بمناسبة كلامنا بقى عن الغاز والطاقة، فنتكلم على وزارة البترول اللي انتقلت بحمد الله للعاصمة الإدارية الجديدة. ده اللي حصل النهاردة، أول اجتماع لشركات تموين وخدمة سيارات العاملة بالغاز الطبيعي. اجتمع بيهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع بقى كان بيتم مناقشة بعض الأمور اللي ليها علاقة الوزارة وشغلها انها تعظم الاعتماد، واحنا عارفين طبعا ان ده توجه للدولة المصرية، وبيتكلم على التغيرات المناخية وبيتكلم على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيبقى الغاز الطبيعي. واحنا الحمد لله عندنا طبعا يعني اكتفاء ذاتي من الغاز وبنصدر كمان، فبالتالي يبقى افضل للجميع، افضل للدوله وافضل للمواطن انه يبدا، وافضل كمان للمناخ عشان الانبعاثات، فانك تحول العربيه من البنزين للغاز الطبيعي. وشايفين طبعا ده مشروع عملاق وبيتم يعني طرح حوافز وغيرها من الامور لتشجيع المواطنين على كده، استهلاك طبعا اقل والفلوس برضو تكون اقل وما الى اخره، وجوده السياره نفسها والاعتماد على الغاز كوقود. فكلم الوزير معاهم على الجزئية دي، ازاي نزود اكتر من مسألة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وان دي هتكون خدمة حضرية ومميزة للمواطنين. وبرضو تم استعراض موقف المحطات الجديدة عشان برضو يعني الناس تبقى المحطات متوفرة وموجودة في كل مكان ضمن خطة الألف محطة والإسراع بتنفيذها. فالحقيقة اللافت للنظر كمان اختيار الموضوع كأول أو الملف اللي تم طرحه ومناقشته كأول يوم من أيام انتقال وزارة البترول للعاصمة الإدارية الجديدة، ده برضو شيء لازم يعني نلفت الانتباه ليه. ان احنا بنتكلم على رؤيه مختلفه، على مستقبل، المستقبل في العاصمه الاداريه الجديده، المستقبل في الملفات اللي بنشتغل فيها، بنشتغل من اي سياق باي زاويه. احنا بنتكلم على مستقبل بقى افضل، واحنا بنتكلم على الطاقه الجديده، العربيات تبقى بالغاز الطبيعي، نتوسع اكتر، محطات جديده. فطبعا اختيار الحقيقه برضو مهم وملف مهم بدا بيه وزير البترول النهارده.